ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الاسد ليوم الاثنين 4 ابريل نيسان 2022. بالنسبة لك النهاردة انت اهملت عنايتك الجسدية بشكل كبير، خاصة في الفترة الاخيرة من يومك ده. اصبت النهاردة بزيادة واضحة جدا جدا في وزنك في اليوم ده، وهتبقى ملاحظة جدا جدا، بس عليك انك تمارس الرياضة النهاردة في يومك ده علشان تنتهي من الوزن الزايد ده، وتعرف تخلص التراكمات اللي ممكن تبقى بدنية عليك. بس ده كله ممكن تعمله بعد الشغل. اليوم ده هيكون مناسب علشان تستعد للياقتك، وعلشان توصل من خلاله لوزنك المثالي بشكل سريع جدا وبشكل مفيد. فما تقلقش، الحظ اللي جنبك في الوزن النهاردة. بالنسبة لك عاطفيا، ما تتطرقش لأي نوع من أنواع المشكلات، خاصة في مشكلات الماضي النهاردة اللي ممكن تكون بتواجهك بشكل كبير، وخاصة مع شريكك في الفترة دي، لأن ممكن يكون بيحد من خلالها بتحمل لجداول كتيرة جدا جدا فيها تعقيم كبير جدا ليومك ده، ومش بتتثبت بكل آرائك في اليوم ده، خاصة بشوية التصرفات اللي ممكن تكون بتواجهك واللي ممكن تكون بتتطرق من خلالها لمشكلات تبقى أكبر مع شريكك النهاردة. حاول انك تتخلص من الجدل اللي ممكن يكون بيأثر على العلاقة بشكل سلبي، واللي بيكون اصلا ملهوش اي نوع من انواع الداعي النهاردة في العلاقة. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، في عدم شعور برغبة في الشغل النهاردة، وده طبعا بيؤدي من خلاله لقرارات هتبقى كبيرة جدا جدا ممكن تكون في مصيرك النهاردة، وبتتناولها بشكل كبير، وبتهددك وبتهدد مستقبلك اليوم ده، وبتهدد حتى موقعك في الشغل. فحاول انك تكون حذر اكتر، علشان عدم رغبتك في الشغل ده ممكن يخسرك مجهود سنين وتعب كتير جدا جدا في الفترة اللي فاتت بسبب قرارات ممكن تكون مش صحيحة حتى. بالنسبة ليك صحيا النهاردة، بنصحك انك ما تديش اي نوع من انواع المجالات امام حد علشان ينغص عليك عيشتك وحياتك. ده طبعا بيستفز اعصابك بشكل كبير، لكن علشان ينال منك بس، يعني ما تفكرش انه ممكن يبقى لمصلحتك، لا ده بس علشان يضرك اكتر. وده طبعا كل الحبجات اللي ممكن تكونوا انتوا بتحبوها في اللحظة دي، او حتى ممكن تكون بتظهر قدامكم وغصب عنكم في اليوم ده. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، زي ما قلنا القمر هيقضي يومه في برج السور في الفترة دي، وهيبقى متجه لبرج الجوزاء في المساء. قمر السور النهاردة هيبقى ثابت وصبور جدا جدا، وهيعزز من خلاله محاذاة المريخ النهاردة، وزحل في اليوم ده هتبقى فيه فكرة عملية ومسؤولة جدا جدا. في الواقع النهاردة في اقتران حلو جدا مع كوكب زحل بالمريخ، ممكن من خلاله نوصل ليه حاجة اننا ناخد من خلالها قرارات او نملأ مسؤوليات. على الرغم من اننا ممكن نكون بنشعر بقيود كتيرة والتزامات كبيرة تحت التأثير ده، الا ان هيكون احساسنا النهاردة قوي بالهدف وبالتوجيه. ممكن حتى يجيلنا النهاردة اليوم ده بشكل حلو للإحساس، ممكن يكون في فحص للواقع، ممكن حتى يكون في واقعية كبيرة جدا بتخفف من حماسنا النهاردة، ممكن يكون في كتلة أو في عائق بيفرض نفسه بشكل كبير، وهيتم استدعائنا النهاردة لمهمة هتبقى فيها مقابلة لالتزامات كتيرة جدا في الفترة دي. من ناحية مثالية جدا هنمارس حكمة هتبقى أفضل لينا ونتيجة لتطور كبير جدا للظروف اللي ممكن يكون بيواجهنا. هتعمل أساليبنا النهاردة حتى لو كانت تقليدية بشكل أفضل من الأساليب الأقل تقليدية في الفترة دي. هيكون في الوقت الحالي النهاردة في شمولية هتشمل مفاجآت ومكافآت كتيرة جدا جدا، علشان كده لازم نمضي فيها قدما حتى لو كان الموضوع ده بيكلفنا، حتى لو كان بيؤدي لشوية إحباطات ممكن تكون بتظهر في طريقنا. الطريق حتى لو كان بطيء هو ثابت، وده طبعا أفضل نهج لينا حاليا. الوقت هيبقى ممتاز علشان ننظم نفسنا ونتمسك بمشاريعنا حتى النهاية. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.